الزعيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، عشاق الأصالة في كل مكان، يتجدد بحضراتكم اللقاء في أشواط مساء هذا اليوم، يوم الرموز، يوم التتويج، يوم الأثارة والحماس، مع سن الإذاع، مع سن الإبداع والإمتاع. تتواصل أشواطنا، تتواصل من بعد التتويج، تتواصل هذه الأثارة كذلك الحاضرة في ميدان المرموم كالعادة عبر شاشة دبي ريسنج مباشرة على الهواء. ينطلق الشوط السادس في أشواط مساء هذا اليوم، أو الشوط السابع، الشوط السابع في أشواط مساء هذا اليوم. مشاهدينا متابعينا الكرام، سابع أشواطنا الخاص بالإبكار، المحليات، الإذاع الذي تنطلق فيه فئة كبيرة من المشاركات، شعارات أبناء القبائل في الستة كيلومترات، بحث وآمال كبيرة عن الفوز والناموس. أبحر في عمق الميدان مع دانات الأصالة، تتصدر المجموعة، تقود المشاركات الذهيبة، الذهيبة، وياتي أحمد بن بخيت بن غنام الهاملي، تتصدر المجموعة، تأتي في المركز الثاني وتتقدم احتياط، احتياط، وياتي سعيد بن سيف بن محمد الشدي المنصوري، بينما المركز الثالث الصايلة، الصايلة في ثالث المراكز، وحميد بن راشد بن حميد الغويص السويدي تتقدم على المركز الثالث. أما المركز الرابع منوه مبارك بن سالمين بن مبارك العامري يقدم منوه ويمني النفسي بالفوز والناموس. المركز الخامس من الجانب الآخر تدخلت وشوفوليا رغمها، خامس المراكز الذي تنطلق هذه اللي هي قشمرة، قشمرة علي بن بخيت المسافري يتقدم على المركز الخامس، بينما المركز السادس الشاهينية تتواجد، ياتي مطر بن سهيل اليبهوني الظاهري. المركز السابع وصلت لقاء ليجمعنا بكم اللقاء في المرموم، هذه لقاء ناصر بن خالد بن ناصر بن عبد الله المسند تتقدم على المركز السابع. أما المركز الثامن أشوف الدخول من صروح، صروح، وياتي حمود بن سعيد بن حمود العفاري يقدم لنا صروح بشعار سفير الأصالة. المركز الثامن وصلت فيه الغزيلة مسلم بن حمد بن قناص العامري. المركز التاسع هذه مراسيل محمد بن سلطان بن قران المنصوري. والمركز العاشر، الله يا العاشر، شعار بن عنزان الذي ينطلق في هذه اللحظات في هذا الاندفاع، هذه السمحة، هذه السمحة، سعد بن عنزان النعيمي يتقدم في هذه اللحظات على عاشر المراكز. الله، الله يا هذا الشوط، الله يا هذه الأسماء خلف العشر المراكز، سيل وشعارات أبناء الخليج الواحد، أبناء القبائل القادمين إلى ميدان المرموم على الرحب والسعة في هذا المهرجان الختامي الكبير. وهذه الإذاعة في شوطنا السابع، المحليات الأصايل تنطلق بحثا عن الفوز والناموس. عودة مشاهدين العزاء بعد إكمال النداء الأول للعشر المراكز الأولى، نعود إلى المركز الأول نتابع المقدمة اللي تسيطر، وبن غنام مسيطر على مقدمة الشوط، الهاملي يقود مساري هذا الشوط، الذهيبة يا الذهيبة، الذهيبة، الذهيبة تسيطر على مقدمة الشوط، ياتي أحمد بن بخيت بن غنام الهاملي اللي يقودها ويتابعها ويركز في مسارها. المركز الثاني، المركز الثاني احتياط، وعند احتياط احتياط، ياتي سعيد بن سيف الشدي المنصوري يتقدم على ثاني المراكز. المركز الثالث لقاء، تاتي
الوليدي في المركز الثالث، لغات تقدم ناصر بن خالد بن ناصر المسند يقدم لنا لقاء هذا المساء، يقدم لنا لقاء هذه الانطلاقات. المركز الرابع صروح يا صروح، حمود بن سعيد بن حمود العفاري يقدم لنا صروح في هذا الشوط، لينطلق مع صروح هذا الشوط مع هذا الاندفاع. شوف الاسم الجديد، وصلت مياسة ووصل بالدويس، سعود بن عبد الله بالدويس الشامسي يقدم مياسة، يقدم مياسة. الله يا هذا الشوط، الله يا هذه الأسماء، صالت وجالت في العام الماضي في اللقاية، قدمت الكثير من الإنجازات، أتت في سن الإذاع في سن الإبداع. وصل بن قران كذلك في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع على المركز الخامس في هذه التحديات. المركز السادس أيضا وصلت وحيشة، وصلت وحيشة بيشان بن محمد بن فهد الرزق العجمي، يتقدم يتقدم العجمي في هذه اللحظات، وغدوم كذلك من قبل سمحة سعد بن عنزان النعيمي يتقدم في هذه اللحظات. وصول وتحرك، وصلت الشاهينية مطار بن سهيل اليبهوني الظاهري في هذا الشوط الكبير في هذه الأسماء العملاقة والقوية على أرضية هذا الميدان. الموقف حساس، الأسماء متقاربة من بعضها، الإذاع متقاربة من بعضها البعض، هذا يدل على التركيز على التكتيك. يلا يا المضمرين، يلا يا المسايرين، لا زالت في المركز الأول، لا زالت مسيطرة من البداية. الذهبة، الذهبة في مكان الذهب، الذهبة في مكان الناموس، الذهبة الذهبة. أحمد بن بخيت بن غنام الهاملي من أحد شباب الغربية القادم إلى هذا الميدان في المرموم، سفير الأصالة ياتي مع صروح. حمود بن سعيد بن حمود العفاري على المركز الثاني، وتتقدم في المركز الثالث مراسيل، يا مراسيل محمد بن سلطان بن قران المنصوري. وصول وتحرك في هذا اللحظات، وقدوم من السمحة سعد بن عنزان النعيمي. هكذا مشاهدين العزاء، عوده الى المراكز الاولى، عوده الى الانطلاق الاول في هذا المسار. انطلقت ولا زالت الذهيبه، لا زالت الذهيبه. الاقرب لسياره مهرجان المرموم، الاقرب للزعفران، ولكن بن قران مراسيل والذهيبه لا زالت، لا زال الهاملي، الهاملي الهاملي احمد بن بخيت بن غنام الهاملي يتربع على عرش المقدمه. واصل بن بيشان، وواصل بن الزفنة، صروح يا صروح، وطيارة اليابوني طارت، وبن قران واصل، وبن رشيد واصل كذلك. الله 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 يا الموقف، راح سفير الأصالة، راح سفير الأصالة. صروح حمود بن سعيد بن حمود العفاري يتقدم المشاركين، يتقدم. يلا يا ابو حمدان، روح مع الأمتار الأخيرة، روح مع الأمتار الأخيرة. سيارة هذا الشوط، النقطة في المرموم ثمينة، النقطة في المرموم جميلة للقاية على أرضية هذا الميدان. يا سلام صروح، صروح حمود بن سعيد بن حمود العفاري يتقدم صفير الأصالة، ويتقدم الماهر كذلك بمتابعتها سعود بن لوحوش لوهيبي. يا سلام مراسيل في المركز الثاني، محمد بن سلطان بن قران المنصوري. المركز الثالث شاهينية مطر بن سهيل اليبهوني الظاهري. المركز الرابع وصلت فيه وحيشة لبيشان بن محمد بن بيشان العجمي. والمركز الخامس قدمت الذهيب لأحمد بن بخيت بن غنام الهاملي. شوط مشاهدي العزاء كان مثير للقاية. تحيات وسلام لأهالي الفوعة، لأهالي الفوعة في هذا المساء في هذه الانطلاقات. شكرا أبو حمدان، تهانينا والناموس لسفير الأصالة. هذا بنشوف توقيتها الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام. صروح في 9 دقائق و3 ثواني وست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على فوز صروح بهذا الشوط بعد هذا التنافس الشيق والقوي والجميل. المركز الثاني
المركز الثاني مراسيل محمد بن سلطان بن قران المنصوري 9 دقائق 5 ثواني وست أجزاء من الثانية توقيتها الزمني. المراكز اللي وصلت الشاهينية لمطر بسهيل اليبهوني الظاهري كذلك قدمت أداء جميل ورائع للقاية، تهانينا وناموس لجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ مشاهدينا متابعينا الكرام بانطلاقة لثلاثة